عيون جل مغمرات يا حي مركب الدلايل. باسمه هو نبدأ وعليه نتوكل، منه سبحانه وتعالى نطلب التوفيق والسداد والنجاح. أسعد الله صباحكم بكل خير وبركة، نحييكم بتحية الإسلام الخالدة، فسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. نحييكم من هنا من أرضية ميدان الجبيب للهجنة العربية الأصيلة بصباح هذا اليوم المشهود، هذا اليوم الميمون، يوم الأحد الموافق 9 من شهر 10 2022، شارة الاتحاد لسباقات الهجنة العربية الأصيلة، ديواننا الثالث لسن الحول والزمول، 6 كيلومترات هي المسافة المقررة لأيضا لأشواطنا في هذا الصباح. 8 أشواط خصصت، منها أيضا 4 للحول و4 للزمول. نتمنى التوفيق لجميع المشاركين، نسير مع البداية والانطلاقة الأولى والشوط الأول، الشوط الرئيسي أيضا للحول المحليات الأصايل، غازية على المركز الأول، ومبارك بن علي بن محمد محمد العامري يقدم لنا حضور قازية على المركز الأول، بينما المركز الثاني حضرت وتقدمت اللي هي الفائزة متواجدة، رامس بن عامر بن قانوش يقدم لنا هذا الحضور. المركز الثالث، ثالث المراكز مشكورة، محمد بن طماطم بن حمد العامري يقدم لنا مشكورة. المركز الرابع عون، يا مرحبا بعون الزفنة بن سيف بالزفنة العرسوسي من يقدم حضور عون. المركز الخامس تتواجد ميهولة للسيد سعيد بن سالم بالمر العامري يقدم لنا الميهولة على المركز الخامس. والمركز السادس أو مهولة على المركز الخامس. المركز السادس الوارية تتواجد بحضورها محمد بن طماطم بن حمد العامري، مقدم اسمين عملاقين، بدأ بالتخطيط بدأ بالحضور، يقدم تواجده، يقدم لنا حضور هذا الشعار الكبير. هكذا البداية، هكذا الإثارة، هكذا الحضور. نعود إلى الصدارة، إلى مقدمة الشوط، إلى المركز الأول، إلى من تقدمت، إلى من حضرت، إلى أيضا على الصدارة على المركز الأول. بدأت تقود السرب، الله يا الفايزة بهيان بن رامس أو عامر بن رامس بن عامر بن قانوش يقدم لنا حضور وتواجد الفايزة. الفايزة على المركز الأول، مسيطرة على المقدمة، مسيطرة على البداية، تقود السرب الأول. المركز الثاني مشكورة، مشكورة حاضرة للسيد محمد بن طماطم بن حمد العامري يقدم مشكورة، مشكورة بهذا الحضور، مشكورة على المركز الثاني. المركز الثالث عون، عون متواجدة حاضرة عون بهذا الشعار، شعارك يا الزفنة يا بن سيب الزفنة الحرسوسي من يقدم لنا عون. بينما المركز الرابع، رابع المراكز، هناك الحضور، هناك التقدم من قبل قازية، قازية حاضرة، غازية متواجدة في تحدي هذا الشوط على المركز الرابع. المبارك بن علي بن سرداح العامري بو علي يقدم حضوري وتواجد اللي هي غازية على المركز الرابع. المركز الخامس تتواجد الوارية للسيد محمد بن طماطم العامري، بينما حضرت سمحة وصلت في هذه اللحظة، وصل سعيد بن محمد بن سعيد بن
تحضير الكتبي يقدم حضوري وتواجد سمحه على المرتبه السادسه. هكذا الست المراكز الاولى. الشوط يسير بقوه الاثاره، بقوه التحدي، بالمسار القوي، بالاثاره الموفقه. نعود الى البدايه الاولى، نعود الى الصداره، الى مقدمه الشوط، الى المركز الاول والتحدي الاول، السيطره الفعاله المقدمه هناك مع الفائزة، فائزة على المركز الأول، وهي فائزة بمسار هذا الشوط، تقود البداية، تقود المسار، متقدمة بهذا الحضور المشرف على المركز الأول للسيد عامر بن بن الرامس بن عامر بن قانوش، من يقدم حضوره، من يقدم تواجده على المركز الأول. الله، منتصف المسافة، منتصف المسافة، أنا تقدم حضوري هذا الشوط ومساري. شوطنا الأول الرئيسي، تقود الفائزة على المركز الأول، على البداية هي الفائزة، الفائزة تقود السرب، الفائزة مسيطرة، بينما المركز الثاني حاضرة، مشكورة 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 على المركز الثاني، محمد بن طماطم بن حمد العامري. بينما المركز الثالث، ثالث المراكز، هناك حضوري وتواجد عون على المركز الثالث للسيد عبد الله بن سيف بن زبنة، يقدم لنا عون على المركز الثالث. أما المركز الرابع، رابع المراكز، هناك الوارية محمد بن طماطم بن حمد العامري، يقدم حضوري وتواجد اللي هي بالفعل متواجدة الإذن الوارية. بينما شوف اللي حضرت، وصلت مهولة، مهولة تقترب، مهولة حاضرة على المركز الرابع لسيد سعيد بن سالم بن مر العامري. هناك بن محيروم يقدم حضوره، يقدم تواجده، قادمة مرموقة لسيد محمد بن عبد الله بن محيروم المحرمي، يقدم مرموقة على المركز السادس. الشوط ولع، الشوط ولع، بدأت الإثارة، حركوا الجماعة. الله، يا سلام، الله على هذا الشوط، الله على شوطنا الأول، هذا الشوط الذي يحمل الإثارة، معركة الفطاحلة، معركة الكبار، معركة أيضا العمالقة على الصدارة على المركز الأول. غير بالمر، غير بالمر على الصدارة، مهولة بدت تقدم العرض الهايل، مهولة على المركز الأول على قيادة الشوط. بالمر، بالمر يا مرة ويا حلوة، على الصدارة على المركز الأول. أنا قادما مع حضور مهولة، مع هذا الاسم الكبير، مع هذا الاسم الأسطوري، يقدم حضوري هذا الشعار، هذه النجمة، واحدة من الأسماء القوية بالفعل على المركز الأول بحضورها الأول، حاضرة في بداية الموسم كالتجهيز للمهرجانات القادمة. أنا يقدمها بالفعل سعيد بن سالم بالمرة العامري بن سالم، يقدم حضوري وتواجد مهولة على المركز الأول. المركز الثاني، ثاني المراكز، تتواجد الحاضرة مشكورة، مشكورة حاضرة لسيد محمد بن طماطم بن حمد العامري. والمركز الثالث، هناك تتواجد الفائزة عامر بن رامس بن قانوش، وصلت الوارية، تحركت الوارية لسيد محمد بن طماطم العامري. على المركز الرابع، المركز الخامس، عون الزبنة بن سيب الزبنة، يقدم لنا عون، يقدم عون على المركز الخامس. الشوط يسير بقوة الإثارة، بقوة الإثارة والتحدي والمنافسة، مهولة على الصدارة، الكيلو المتر الأخير، الكيلو الذي ما بعده إلا الفوز والانتصار. يا سلام، تابع يمتابع وراقب يمراقب أول أشواط الحول، الشوط الرئيسي، الشوط الذي
يحمل قوة الإثارة، قوة المسار للحول المحليات الأسايل على أرضية ميدان الجبيب. مقدمة هذا الشوط مهولة مهولة مهولة، صاحبة العوايد راحت على المقدمة، راحت على البداية مهولة بدون أي أوامر. العصاب الأبطان يقدمها سعيد بن سالم بالمر العامري، يقدم حضور مهولة ما حركها عصاتها ببطانها، تقود البداية تقود الصدارة. يوسلوم الله الله الله، عود الحقيقة، خلاص خلاص بانت النتيجة، بانت النتيجة. حرك 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 بن طماطم، حرك بن طماطم، ولكن مهولة، ولكن مهولة مهولة بدون أي أوامر. يوسلوم أطلق لها العنان، أطلق الأوامر، طارت طارن طارن الحول، طارن أغلى عن الحول أغلى عن، ولكن مهولة 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 صاحبة العوايد من له عادة ما يخليها. سلام بالمر سلام، سلام بالمر سلام، سلام بو سالم سلام، سلمت يمينك على هذا الفوز والانتصار اللي قدمته. مهولة صاحبة العوايد البطلة هي تفوز بهذا الشوط. تهانينا والناموس للسيد سعيد بن سالم بالمر العامري على فوز مهولة بالشوط الرئيسي الأول. المركز الثاني للسيد محمد بن طماطم، ما قصرت. المركز الثالث للسيد محمد بن طماطم العامري اللي هي الوارية. المركز الرابع وصلت في عون للزفنة بالزيب الزفنة الحرسوسي. هكذا كانت نتيجة هذا الشوط. التوقيت الزمني 10 دقائق 20 ثانية. تهانينا والناموس للفائزين.